إعفاء رقم العمل المحقق من أنشطة توزيع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة من أهم المقترحات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهو ما يأتي ليكمل سلسلة الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الدولة لبعث هذه الشعبة الاستراتيجية. هذا المقترح فعلا سوف يعني يساعد أو يدفع بالمنتجين للحليب وأيضا للموزعين بالدعم في أعمالهم. الجزائر يعني تقدم دعم بالنسبة لإنتاج الأبقار، يعني كل ما فلاح ينتج بقرة جديدة يعني تكون هناك زيادة لبقرة، فهناك دعم قدره 60,000 دينار جزائري لكل ولادة مع التغطية البيطرية. قبل أيام قليلة صرح وزير الفلاحة أن الجزائر تتجه لوقف استيراد غبرة الحليب في غضون 3 سنوات، أولاً عبر تحفيز المنتجين المحليين، وثانياً عبر فتح الباب لإنجاز مشاريع كبرى مع الأجانب على غرار مشروع بلدنا. من أجل أن الجزائر تحل مشكلة الحليب نهائياً، عليها أن تكون تملك على الأقل 2,000,000 بقرة، وحاليا الجزائر تملك 908,000 بقرة. ممكن جدا نوصل إلى هذا المشروع أو إنتاج الحليب في الجزائر في غضون 2025، وخاصة إذا فعلا يعني دخلت شركات كبيرة، مثلا شركة المراعي أو شركة بلدنا القطرية. تحفيزات تشريعية ودعم ميداني ومشاريع أجنبية هي خطة وزارة الفلاحة للقضاء على استيراد غبرة الحليب. الاستيراد الذي بلغ 180,000 طن يتم استيرادها سنوية من طرف الديوان المهني للحليب، ونفس الكمية يستوردها الخواص.